السلام عليكم حبايبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد رفقة ليو. ليو من القطط اللي عزيز عليهم بزاف، يلعبوا عزيز عليهم بزاف، تحكلو، ولكن ما كيحملش شي واحد يهزو كيما بغى يكون. يعني حتى انا بيدي ما كان نهزوش، لانه هو ما كيبغيش لي يهز. فحبايبي ان شاء الله غادي نتكلموا على موضوع مهم جدا اللي خاص يعرفوا اي مربي قط او واحد باغي يتبنى قط، فضروري يعرف العلاج ديال الديدان، لان جميع القطط كتكون فيها الديدان. فالديدان اللي كتكون متواجده في القطوط فهي فيها بزاف الانواع، ولكن حنايا غنتكلموا هنايا على الديدان عموما. فان شاء الله غادي نحاول نعطيكم المعلومات كاملين اللي عندي، باش ان شاء الله الا كنتي غادي تستقبل شي قط عندك في الدار، يعني غادي تبناه اولا غادي تشريه، ضروري كما انك غتمشي تديه تلقحو، ضروري انك تعمل له حتى الدواء ديال الديدان، لانه كيكون فيه الديدان. يعني واخا يقول لك هذاك الانسان، هذاك الشخص اللي جبتيه من عنده ذاك القط تبنيتيه اولا شريتيه، يقول لك مثلا ما فيش الديدان، ضروري انك من تدخلو عندك للدار تعمل له الدواء، يعني كوقايه للكتينه وليلو حتى هو، يعني باش الكتينه ما تعاداش، لان الانسان يقدر يتعادى بهاد الديدان، يتصاب حتى هو، لان الى القط كان فيه الديدان ومشيتي يعني كتلعب معاه اولا كتحكلو وما غسلتيش يديك ومشيتي كليتي ولا حكيتي في وجهك ولا هادي، فكيدك الطفيليات كتعرض حتى نتينا الاصابه بالديدان. هي ما كتكونش بديك الحده فحال القطط، ولكن حتى انت كانسان كتصاب بالديدان. هذه من جهه اخرى خصنا نعرفوا بعدا شنو هما المسببات اللي كيخليو ان القط ديالنا يتصاب بالديدان. اول شيء هو اللي كيسبب اصابه القطط بالديدان هو الاكل النيء، يعني الاكل اللي ما مطبوخش، بحال السمك ما مطبوخش، الدجاج ما مطبوخش، الخضر ما مطبوخاش، حتى هي كتقدر تؤدي ان القط ديالنا يتصاب بالديدان. حاجه اخرى، مثلا بزاف الناس كيعطيو التون اللي كيكون معلب كيعطيوه للقطوط، وكيقولوا بان التون كيعجبهم، فعلا كيعجبهم لان ديك الريحه كتيرهم وكيمشيو كياكلوه، ولكن راه حتى هو كيعمل الديدان، لان داك السمك ما كيكونش مطبوخ مزيان وكيؤدي لهم بمرض الديدان، وكذلك كيؤدي حتى للاسهال، لان داك الزيت اللي كتكون في داك التون ماشي صحيه للقطوط ديالنا. لذلك دائما انا كنقول لكم حاولوا انكم تعطيو للقطوط ديالكم اكل صحي، لان الاكل الصحي على المدى البعيد القط ديالكم كتبقى الصحه ديالو مزيانه. يعني ما تقولوش مثلا راه التونه هذه ما هتعمل له حتى شي حاجه، لان نقدروا مثلا هذا النهار ما هتعمل والو، شهر ما هتعمل والو، ولكن لواحد المده طويله تقدر واحد النهار القط ديالكم لا قدر الله يمرض وما تعرفوش السبب، وكتكون السبب هو داك التون اللي كلا ديك المره. فحاولوا يعني حاولوا انكم تعطيو الاكل الصحي للقطوط ديالكم، لان الصحه ديال القطوط كتعتمد على الاكل. يعني عطيتو القطوط ديالكم اكل مزيان، فالقط ديالك ما غيمرض، ما غيكون فيه ديدان، ما غيكون فيه حتى شي حاجه. هذه من جهه. ثاني حاجه اللي كتسبب حتى هي الاصابه بالديدان هو الليتر بوكس. فالليتر بوكس الا كان عندكم جوج القطوط اولا ثلاثه وكان قط فيه الديدان، راه غادي تاخرين يتصابوا، لانهم كيشاركوا نفس الليتر بوكس، وراه غادي يتصابوا حتى هما، يعني حتى هما غتنتقل لهم العدوى ديال الديدان وغيتصابوا بالديدان. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا مثلا حنا ما كنشوفوش الديدان، راه تقدر تشوفهم وتقدر ما تشوفهمش. تشوفهم الا كانوا تكاثروا في القد ديالك بزاف، يعني القد ديالك وصل لواحد فيه الديدان بزاف، حتى ولاو كيخرجوا له في البراز، ولاو كيخرجوا له على في القي ديالو. يعني اما هما كيكونوا مخبعين في الامعاء، هما تما كيكونوا مخبعين واكلين شاربين مرتاحين، ما غاديش يقولوا لك ها يخرجوا ويقول لك ها حنا مشي جيب الدواء باش تقتلنا، هذه حاجه طبيعيه. فهما الا تكاثروا عاد كيخرجوا، يعني حتى لو وصلت واصلا ملي كيتكاثروا كيبداو يخرجوا في البراز اولا كيخرجوا في القي، فديك الساعه كيكون القد ديالك اصلا وصل لواحد الحاله ماشي مزيانه، كيكون القد ديالك ضعاف، كيكون القد ديالك فيه الاسهال، وهادو هما من الاعراض اللي كيبان في القد ديالنا بانه فيه الديدان. يعني ان القد ديالك كيولي فيه اسهال مع الدم، كيخرج اسهال مع الدم، كذلك كيولي الجلد ديالو ناشف، كتولي الماكله ديالو قليله، وكاين بعض القطط اللي الماكله ديالهم كتولي كيوليو ياكلوا بزاف
وكيضعفوا بزاف، يعني كيولي نحيف والاكل كياكل بزاف، كذلك الشعر ديالهم كيتساقط، كيولي الكسل، كيبقاو يتقياو، يعني القيء كيولي تلقاي الا كثر فيهم بزاف الحنايش وما عالجتيش كيولي القيء حتى هو مسحوب بالديدان، والديدان كتختلف على الاحجام ديالها، كاين ديدان اللي كتكون يعني كبيره، كاين اللي طويله على حسب القد ديالكم والحاله ديالو فين تطورات. الأنبي الاعراض ايضا اللي تقدروا تلاحظوها في القطوط ديالكم، انكم كتلاحظوا في المخرج ديالهم الا تكاثر فيهم الديدان بزاف، كتلاحظوا الديدان كتكون يعني في المخرج ديالو خارجه، وبعض المرة ايضا يقدر القد ديالكم يبقى يحك المخرج ديالو في الارض او في الليتر بوكس في داك التراب، لان كيكون فيه الديدان بواحد كياكلوه، يعني كياكلوه في المخرج ديالو. وهادو هما الاعراض تقريبا اللي تقدر تلاحظ القطوط القط ديالك ان فيه الديدان. وانا كما قلت لكم راه جميع انواع القطط او الكلاب كيكون فيهم الديدان، يعني ضروري خصنا نعالجوهم. وبالنسبه للعلاج احبابي، كاين بزاف ديال الانواع ديال الادويه، ولكن انا غنشارك معكم الادويه اللي انا كنستعملها للقطيطات ديالي. كاين بزاف ديال الانواع ديال الادويه، ولكن انا غنشارك معكم الادويه اللي كنستعملها للقطيطات ديالي. فبغيت نشارك معكم هذا الدواء، هذا اسمه فيتامانت، الدواء اللي معروف كيعرفوا كاع الناس اللي كيربيو القطوط او الكلاب كيستعملوه، لانه صراحه كيقضي على الديدان. بالنسبه يعني كيفاش الطريقه تستعملوه، هو كيجي على شكل سورانك، مي كتفتحو كتجبر فيه واحد الشريطات، هادوك الشريطات كيعبروا على الوزن ديال القط ديالك، يعني القط ديالك ضروري خصك تعرف شحال فيه، واش فيه 2 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، باش كتحدد الجرعه اللي غادي تعطيه. تما دوك الشريطات هما اللي كيتحدد بهم الجرعه اللي غادي تعطيه، كتعطيه اول جرعه، من بعد شهر كتعطيه الجرعه الثانيه، وضروري خصك من تستعمل الجرعه الثانيه كتبقى تستعملو كل 3 شهور اولا 4 شهور، يعني ما تفوتش 4 شهور، هيدا باش القط ديالك دائما ما كيبقاش فيه الديدان وكيبقى الصحه ديالو مزيانه، وحتى انتينا كتتفادى بانك تصاب بالديدان. يعني في السنه خصك تعطيه 4 ديال المرات الدواء ديال الديدان، بهذه الطريقه كتخلي القط ديالك دائما مرتاح وما فيه حتى شي حاجه. ندوز معكم لواحد الدواء اخر، هو كتجي كينا وحده في العلبه. الا كان القط ديالكم من فوق عام كتقسموها على جوج، كتعطيوه نص حبه، ونهار الثالث كتعطيوه النص الاخر، ومنين كدوز شهر كتعطيوه عاود نفس الجرعه نص حبه، وفي النهار الثالث كتعطيوه نص الحبه اخرى. والا كان القط يعني صغير عنده 3 شهور اولا 4 شهور فكتعطيوه غير ربع حبه، ومن بعد كدوز 3 ايام كتعطيوه ربع حبه، وكذلك ملي كيدوز شهر كتعطيوه نفس الجرعه. هذا ما يخص هاد الكينه هذه، فهي فعاله حتى هي، وحتى هي كينصح بها الفيتيرينير، يعني كينصح بها الطبيب البيطري. كاينه ادويه اخرى حتى هي غادي نبارطاجيها معكم، وحتى هي فعاله. فدائما ملي تبغيو تشريو اي دواء ديال الديدان او دواء مخصص للقطط او للكلاب، فضروري يعني خاصكم تسقسيو هاد شحال غنعطيه، شحال الجرعه غنعطيه، يا اما خديتوهم عند الفيتو راه غادي يقول لكم شحال تعطيوه، جيتو خديتوهم عند الصيدليه فغادي ضروري تسولو وتشرحوا للصيدليه القط ديالكم شحال عنده في السن، شحال الوزن ديالو، فضروري هما كيكونوا عارفين شحال الجرعات اللي غتعطيه وشحال يعني كميه شحال اللي غادي تعطيه، فضروري انكم تنتبهوا لهذا الشيء. واخا كيكون صغير ولكن هذا الشيء هذا هو اللي كيساعد في العلاج ديال القطيطات ديالنا، ما نعطيهمش واحد الجرعات اللي كبارين اللي يقدروا يهلكوا لنا الصحه ديال القطيطات ديالنا، فضروري نردوا البال لهاد النقط. كاين ايضا بالنسبه للناس اللي مثلا ما لقاوش هاد الادويه اللي خاصه بالكلاب اولا بالقطط، كاين على شكل سيرو كيجي، هو فيرموكس، هاد فيرموكس هذا الصراحه مزيان، انا ديجا جربته واحد القطيطه كانت باقا صغيره وكان فيها الديدان، يعني كانت كتقيه الديدان، لكن هو ما كيقتلش البويضات ديال الديدان، فقط كيقتل الديدان، هو كيخفف الصراحه، ولكن من الافضل انكم تاخذوا ادويه اللي خاصه الحيوانات، خصوصا لهاد المرض ديال الطفيليات ديال الديدان. هذا مما يخص يعني الادويه والعلاجات اللي انا قدمتها للقطوط ديالي، وصراحه درت واحد النتيجه مزيانه. كاين بزاف ديال الانواع، لكن انا هادو هما الانواع اللي اكتفيت بهم.
فحاجه اخرى خصكم تردوا لها البال قبل ما تعطيو القطوط ديالكم الدواء ضروري ديال الحنجره ضروري خصكم تعطيوهم لهم قبل الماكله وتخليوهم بالجوع واحد الفتره اللي تكون حتى لخمسة السوايع عاد تعطيوهم الاكل باش داك الدواء كيجيب نتيجه وكيقتل البويضات. حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.